خلينا نروح لكرة السلة سيدات بقيادة الكابتن علي هاشم، يستعدوا لنادي الجزيرة في ربع النهائي دوري المرتبط. مش عارف نادي الجزيرة الحقيقة الوضع ايه، يعني نادي الجزيرة يعني لعبناه في نهائي بطولة القاهرة وايضا بنلعبه في دور الثمانية في دوري المرتبط. الماتشين هيكونوا اليوم الاثنين والخميس بيست اوف 3، لو كسبنا الماتشين ما نروحش الماتش ثالث، لا قدر الله تعادلنا او حصل ان احنا تعادلنا ماتش وماتش بنروح لماتش ثالث، وهنلاعب الجزيرة كمان في دور ال 16. الحقيقة واضح ان الجزيرة عاملين وفي كاس مصر دور 16 في كاس مصر، فالحقيقة مش عارف نادي الجزيرة عامل معانا اتفاق يعني ان احنا نطلع مع بعض في القرعة، ولكن طبعا نادي الجزيرة جيراننا، انتوا عارفين النادي الاهلي جنب نادي الجزيرة، نادي الجزيرة فريق صعب فريق قوي، شفنا حتى في بطولة القاهرة النادي الاهلي كان في الشوط الاول والثاني ما كانش عارف يفرق، ما كانش عارف يعني يتسيد المباراة، خصم عنيد، واكيد كابتن علي هاشم يعني واخد احتياطاته، متكلم مع اللعيبة شارح لهم، يمكن الاصابات مقصره ولكن وفره اللعيبه الحمد لله مخليه الفريق ستيبل، ما عندوش اي مشكله في موضوع الاصابات. وعملنا تقرير الحقيقه مع الفرقه لان احنا بقالنا فتره ما تابعناهمش، ورحنا كاميرا الابطال راحت عملت تقرير مع الفرقه، شو بنشوف اخبارهم ايه مع المدير الفني واللاعبين والمدرب العام. خلينا نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. استعدادنا اللي احنا ان شاء الله عندنا دور 8 هنلعب نادي الجزيره، بنتمرن فترتين صباحا ومساء، ان احنا كمان عندنا في بنات موجودين في المنتخب، فبنحاول على قد ما نقدر نعمل التوليفه بين البنات اللي مش في المنتخب مع اللي في المنتخب عشان نستعد استعداد قوي لمباراه الجزيره، مباراه مهمه جدا. هما كان المفروض اخر معسكر خميس والجمعه اللي فاتوا، ان شاء الله من النهارده كل البنات هتكونوا موجودين ان شاء الله، مع المصابين وكله ان شاء الله يكونوا سلام ويكونوا جاهزين للمباراه بتاعت يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. كابتن علي وكده عمل معانا ميتنج بعد قبل التوقف وكده، وان احنا الفتره دي هتبقى اعداد كاننا في بدايه السيزون وكده علشان البطولات اللي جايه، لان كمان هم كلهم هيتلعبوا ورا بعض مش هيبقى فيه راحه بعد كده تاني. طبعا بيبقى بقى الجيم والتمرين وفي برنامج، واحنا عارفين احنا جايين نعمل ايه وهنعمل ايه بكره كده، يعني كل واحد يعني لحد ما عرف دوره هو المفروض ان هو هينزل يعمل ايه. كابتن علي طبعا لما بيحس ان هو مثلا عايز يدعم حد نفسيا او كده بيجي ويقعد معاه ويشوفوا مثلا ممكن الناس الكبيره في الفرقه يقول لهم يتكلموا مع الناس، شوف هم عايزين ايه، حاسين بايه، حاسين هم الماتشات اللي جايه هيبقى مستواها ايه او هم ممكن يقدموا ايه وكده. الماتش سيمي فاينل احنا الاول واخدينه خطوه بعدين خطوه، عندنا ماتش الاول الجزيره هيبقى كوارتر فاينل، طبعا الاهم اللي احنا نركز في الماتش ده دلوقتي ولا احنا نقدر نحقق الفوز، وبعدين ان شاء الله ربنا يكرمنا في السيمي فاينل. الاستعدادات دلوقتي يعني قويه جدا، التركيز كتير قوي، بنتمرن صبح بعد الظهر في ايام معينه، وان شاء الله نقدر نحقق الفوز. احنا بنحاول ناخد كل ماتش هو اكنه ماتش فاينل، طبعا النادي الاهلي معودنا على كده، فاحنا نفسيا احنا متعودين ان احنا الماتش الجاي ماتش اجمل ماتش عندنا لازم نكسبه عشان نوصل للماتش اللي بعديه، فهو كنفسي احنا واخدينه كانه ماتش فاينل دوري. حاجة حلوة جدا وانا مبسوطة جدا ان انا اتصعدت فيرست تيم وبكتسب خبرات، وحاجة حلوة ان انا العب في النادي الاهلي طبعا فيرست تيم درجة اولى وبكتسب خبرات من اللعيبة الكبار الاكبر مني، واحب اشكر كابتن علي هاشم انه اداني الفرصة دي ان انا اتمرن مع الفيرست تيم واحتك بيهم. بيشجعونا اول حاجة، بيحمسونا، بيقفوا جنبنا لو احنا بنغلط بيصلحوا لنا عشان احنا اصغر وهم خبرتهم اكبر في الملعب، فلو غلطنا او اي حاجة بيشجعونا طبعا واقفين جنبنا. الحقيقه جميل في التقرير ده احنا اطمننا على الاصابات بشكل كبير، طبعا باستثناء نور علي طلعت اللي طبعا حادث سياره كان يعني اصابه قويه عامله عمليه ومحتاجه وقت كتير، ولكن اطمننا على نادين السلعاوي مجموعه من الاصابات الحمد لله جاهزه للمشاركه، لان طبعا اكيد مهما كان الاصابات بتضعف من الفريق، ولكن زي ما قلت لكم وفره اللعيبه بتبقى او اللاعبات بتبقى يعني حل هذه الاصابات.